السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم قناة أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، يا ريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن شرب ماء زمزم للبنت العزباء في المنام علامة يدل. ده اللي هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة للبنت العزباء، لما تشوف نفسها ان هي بتشرب ماء زمزم، ده بيدل ليها على حاجات كتيرة جدا جدا، ليها فيها خير، ليها بيدل على الخير، بيدل على الرزق، بيدل على ان بأمر الله تعالى سوف تتزوج من رجل صفاته صفات طيبة، شخص هيكون كويس بأمر الله تعالى، وهيكون من ان شاء الله الأثرياء. رؤية شرب ماء زمزم للبنت العزباء لو كانت هي بتعاني من مرض، دليل على الشفاء ليها من المرض. ولو شافت في منامها ان هي بتشرب ماء زمزم وكان بتريد نجاح في دراسة او بتريد عمل او بتريد رزق، ده دليل على ان بأمر الله تعالى ان شاء الله بإذن الله هتنول الخير والرزق، وهتنول وظيفة كمان، هتنول بأمر الله تعالى صلاح احوال ليها. كمان بيدل شرب ماء زمزم بيدل على الزواج بأمر الله تعالى. رؤية ماء زمزم للبنت العزباء بتدل على ان ايامها المقبلة فيها بإذن الله تعالى خير ورزق كثير بأمر الله تعالى. كمان رؤية ماء زمزم بتدل على ان البنت ديت اللي شافت رؤيتها بان هي بتتصف بشرب ماء زمزم، ان هي بتتصف بالصفات الحسنة، وبتدل كمان ليها على العفة والطهارة، وان كل اللي حواليها بيدعو ليها وبيتمنوا ليها الخير. كل شخص حواليها من الاشخاص اللي حواليها اللي بيحبوها بيتمنوا ليها الخير، والله اعلى واعلى. رؤية ان هي بتشرب ماء زمزم وكانت شديدة العطش، يعني حست نفسها ان هي شديدة العطش، ده بيدل على اقتراب موعد زواجها بإذن الله تعالى. وكمان هتتزوج ان شاء الله بإذن الله تعالى من شخص طيب، والشخص ده هيكون من الأثرياء، وان هي كمان هتعيش معاه حياة مستقرة بإذن الله تعالى. وكمان بتدل بردك ان هي بإذن الله تعالى في المستقبل هتنجب اولاد صالحين بأمر الله تعالى. رؤية ان هي بتغتسل بماء زمزم، ده بيدل على ان هي كانت بتمر بأزمات، كانت بتمر بمشاكل، ولكن ان شاء الله بإذن الله تعالى لما تشوف نفسها ان هي بتغتسل بماء زمزم، ده بيدل على ان هي هتتخلص من المشاكل اللي هي بتواجهها، وان هي هتعيش حياة مستقرة في الفترة القادمة ليها بعد ما هي كانت بتعاني من التوتر النفسي. بإذن الله تعالى هتنول التخلص من هذه الأزمات والتوتر النفسي. كمان لو شافت في منامها بئر زمزم، وان البئر هنا نفذ او نفد من الماء، يعني شايفة في منامها ان البئر مفهوش مية، هنا بيدل على ايه؟ هنا بيدل على ان هي هتعيش الفترة القادمة ليها في حياتها، ان هي هتعيش في كرب، هتعيش في محن، هتمر بظروف قاسية شوية عليها، يعني ممكن يكون عندها كرب، مشكلة لما تشوف ان بئر زمزم نفذ منه الماء، والله اعلى واعلم. طب لو شافت في منامها ان هي بترغب في شرب ماء زمزم، ولكن المية كانت بعيدة عنها، يعني عايزة تشرب الماء بتاع زمزم ولكن المية بعيدة جدا عنها، هنا بيدل على ان هي بترتكب بعض المعاصي والذنوب، وعليها ان هي
تمتنع عن هذه الذنوب والمعاصي عشان تقدر تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه كمان يقدر ربنا إنه يتوب عليها من هذه الأفعال السيئة، بس بعد ما ترجع عن المعاصي أو الذنوب اللي هي بتعملها، وعليها الرجوع تاني لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دي كانت رؤية ماء زمزم للبنت العزباء في المنام. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو. اي حد عنده استفسار عن اي حلم يبعتولي في التعليقات، وانا ان شاء الله بإذن الله هرد عليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.